جينا اليوم نعمل له زيارة للأستاذ دافيد وتناقشنا بعدة مواضيع خاصة بتهم منطقة رمال ومنطقة الأشرفية والصيفة، ونشوف كيف التعامل بده يكون انتخابيا وخاصة ما بعد الانتخابات لإنماء المنطقة ولمساعدة أهل المنطقة. الحقيقة يعني نحن اليوم عم نستقبل الشيخ نديم ببيته، بنقول له أهلا وسهلا فيه ببيته وبمنطقته. طبعا ما في لزوم لنعلن أنه نحن قبل الزيارة وبعدها نحن داعمينه للشيخ نديم، ونحن بنوقف حده نحن وكل الناس اللي بحبونا وبأيدونا واللي ماشيين معنا. طبعا الشيخ نديم هو ابن شخص كبير من لبنان، ابن رئيس جمهورية لبنان المرحوم الشيخ بشير الجميل، اللي استشهد كرمال الأشرفية، واللي استشهد كرمال لبنان، واللي دفع دمه غالي هو وبنته مايا الجميل وعائلتهم، هي عائلة قدمت الكثير 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 من الشهداء. بقى نحن بنتصور انه اولاد الاشرفيه اولاد اذا بدلوه بمعهد انتخاب منا كثير عليه، نحن حده الله يوفقك شيخ نديم. شكرا.